احنا مستعدين نتكلف في اطار قدراتنا وفي اطار امكانياتنا. واحنا لم نسبب مشكله لحد، بل بالعكس احنا بنتكلم وعندنا 9 مليون من الضيوف، انا زي ما بقول من دول كتير قوي جم هنا مصر عشان الامن والامان والسلم والسلام. لكن بالنسبه للقطاع انا بقول ان الخطوره هناك خطوره كبيره قوي، لانها تعني تصفيه القضيه ديت، تصفيه القضيه ديت. فمهم قوي ان احنا نبقى منتبهين لده. انا قلت الاول الرقم والناس اللي موجوده واللي احنا استقبلناهم عندما كان الامر يتعلق بمشاكل يعني امنيه في بلاد هؤلاء الضيوف يعني، انما الامر هناك مختلف. القضيه دي قضيه القضايا وقضيه العرب كلها، ومهم ان شعبها يفضل صامد ومتواجد على ارضه، واحنا هنبذل اقصى جهد. عشان نخفف عنه. هنا بالنسبة للمصريين أنا عارف إن التحديات بقالنا تقريبا من 2011 والظروف صعبة ومن أزمة لأزمة، لكن عزائنا إن ربنا سبحانه وتعالى بيسلم البلد ديت من كل شر وسوء، وكان الأمر مرتبط مش هقول بحاجة بسيطة، حياة وتكلفتها، لكن في فرق كبير جدا بين تكاليف حياة وبين إهدار حياة. بين تكاليف حياة ممكن تبقى غالية علينا وبين إهدار حياة وخراب دول. مصر هتفضل بفضل الله سبحانه وتعالى باقية صامدة قادرة بيكم انتم، ومحدش هيقدر، محدش يستطيع المساس بمصر إلا من خلالكم. لكن قدرة مصر على تأمين نفسها وحماية نفسها بفضل الله سبحانه وتعالى كافية، لكن شعبها كمان هو كمان مسؤول معانا على حفظ مصر وأمنها. اوعوا حد يزين لكم أو يفتنكم ويخليكم يعني كفاية خراب الدول الأخرى. مش عايز اطول عليكم اكتر من كده. مبروك ابنائنا وبناتنا اللي اتخرجوا النهارده، ومبروك لاسركم، وربنا يا رب يحفظكم وتبقوا دايما ذخر وقوه وقدره لمصر. شكرا جزيلا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.